نظم اليوم مركز التكوين المهني والتمهيد بولاية سيدي إبراهيم بمعية جمعية نزوه للصناعة التقليدية وترقية المرأة الريفية حفلا مميزا بمناسبة 8 مارس المصادف لعيد المرأة، حيث لم تتوانى المرأة البرهومية في تنظيم معرض لتبدع كل منهن بما جادت به أناملها من طرز وخياطة وأكلات تقليدية وعصرية. وفي هذا السياق تتحدث لنا سالمي فايزة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة عيد المرأة نتقدم بالشكر والجزيل وعيدكن سعيد لكل العارضات وكل المتربصات في التكوين المهني بأولاد سيدي إبراهيم، ونشكر كل الطاقم الإداري ونشكر المشاركات في هذا المعرض اللي شاركوا وساهموا بالمنتوجة تاعهم، كل واحدة وش صنعت المنتوج تاعها وجبت قدمته هنايا بتعرضوا. ونشكروا قاعدين القائمين على هذا المعرض. هذا المعرض نظمناه بمناسبة عيد المرأة، وبينا الماكثات البيت، بينوا المنتوج تاعهم، بينوا الخدمة وش خدموا في ديارهم، جابوا اليوم قاعدين نساهموا بهذا. نطلبوا إن شاء الله من رئيس البلدية ورئيس الدائرة والوالي ينظر بعين الاعتبار لهذا الحرفيات اللي راهم يحوسوا يبينوا الحرفة تاعهم ويبينوا المنتوج تاعهم، خاصتهم شوية كما يقول لك اهتمام باش يزيدوا يطوروا في المنتوج تاعهم. بمناسبة الحفل نظمنا دورة في المسابقة في الأكلة التقليدية، كاين حرفيات قدموا المعروض، قدموا المأكولات تاعهم، صفيطي، الشخشوخة، العيش، البغرير، حلويات، رفيس، هذا المأكولات التقليدية تاع المنطقة بينوها وداروا فيها المسابقة تاعهم، ونتمنى لهم النجاح ونتمنى لهم إن شاء الله يزدهروا في حوايج أخرى، وبالتوفيق لكل الحرفيات. أخلاق وحشمة وتربيع بزي نجمة الأبرار، مكان من يصفها هي يصدرها ربي ستار، فرس عيون وحربية شل وجبالية حضار، نشتيه من قلبينية وعلي زادت لضرار. احنا في المنطقة تاعنا هنايا، المنطقة تاعنا تتميز باللباس التقليدي وهو البوسعادي. البوسعادي هذا المنطقة تاعنا كيما أولاد سيدي إبراهيم، كيما بوسعادة، كيما لي زنفير اللي دايرين بها قاعدين، ليهم هذا اللباس التقليدي وهو البوسعادي، الربة البوسعادية وفي الجبة النايلية. عندنا ثاني في الأخت، عندنا ثاني عارضة درت طرز الميكرو، طرز الميكرو، وعندها درت القرض تاعها وهزت كيما يقولوا الماشينه تاع الميكرو، خدمت بها، هي تخدم دركا دايره هاي الاخت عندنا، تمتاز بالطرز الميكرو. وكاينه عندنا ثاني وحده تمتاز بالطرز اليدوي، كل وحده والتخصص تاعها. يا ابن عمي قرمزية يا قوي قلبي بنار،
كاينه حرفيات ثانيه مختصين في صناعه سكاي. طاقم تاع المطبخ وطاقم تاع مكرامي. كاين المكرامي الثاني، عندنا الاخت تخدم في المكرامي الثاني الله يبارك، حاجه الله يبارك ما شاء الله. وعندنا وحده تخدم في الكريات السحريه، وهي ذاك العقاش هذاك خدمه به ثاني طاقم ثاني تاع لي غارنيتور. كاين عندنا بنات الله يبارك. بالمناسبه نوصلوا نداء للمسؤولين في التكوين المهني، كاين بعض الحرفات ما كانش هنايا، كيما البنات يطمحوا به يجيبوهم لهم هنا وتعود عندهم دبلومات. كاين كيما الكريات السحريه، المكرامي، صناعه السكاي، هذو ما كانش عندنا تخصصات، هذو ما كانش نحوسوهم يعودوا عندنا هنايا ويجيبوهم لنا هنا في التكوين ويعودوا قراب للبنات. خاطرش البنات جاتهم شويه التكوين بعيد على المناطق هذه تاع النائيه، نحوسوا به شويه كما يقول لك ننمو المنطقه. نشكر كاع المسؤولين ونشكر كاع المتربصات والمتسابقات، ونقول لكم عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، والعقوبه ان شاء الله العام الجاي وبالصحه والهناء. نشكر المدير شرقي محمد على المجهودات والوقفه اللي راه واقف فيها معنا، وكل المسؤولين وكل الطاقم الاداري. نخلة طوالية وسل النحلة قطار، تعجبني ذيك الخمرية وبنية الشرفة الأحرار، يسعدي فرحي بالدنيا وحبيبي عني حضار، زدني كيا يا علاكيا ومقابلني لي جار. مكان من يصفها هي يصدرها ربي ستار، فرس عيونه حربية شل وجبة ليا حضار، نشتيه من قلبي نية وعليا زادت لضار.